مستعدين لعملية خطف جديدة؟ وين راح نخطف معايا شخص ناخذه معايا لأجمل الشواطئ والأماكن؟ يا ترى عرفتوه ولا لا؟ أنا اليوم في بلاد لهجتهم شوية مختلفة، باش يقول لك مرحبا عسلامة، باش يقول لك تعال إيجا، وإذا حب يقول لك روح يقول امشي، وأنا باكم سيارة واش سميوها كرهبة. وأنا قاعد جتني رسالة خوبي راك مدعو إلى تونس باش تدير زيارة لأربع أماكن فيها شواطئ صخرية ورملية، فنادق وحي سيدي بوسعيد المصدر تاعو ديوان سياحة تونسي. قلت هك قلت روحي بربح حيوط، بديت نتخيل روحي في شواطئ جميلة، فنادق، أكل، ما قدرش نقول لا. وفي هذه الرحله اصطحبت معايا شخص عرفتوه ولا ما عرفتوهش؟ ما نظنش لك انا عرفوه. راني نرجع بيك من البدايه كيفاش بدات القصه. اسمع، جات واحد الرحله هكا من لو 19 لو 23، جي خليه يحسب بلي رانا ماشيين في الجزائر، من بعد يلقى روحو في تونس. اليوم راه يوم 17، باقي لنا يوم واحد، يوم 19 صباح راه نمشيو. جاتني فكره اني ندي معايا واحد الشخص ندير له مفاجاه، دوك نعيط له ما على بالوش بالفكره هذه، خلاص ان شاء الله برك يكون اونلاين. هز يا خويا، هز راهي فرصه العمر، فز مكتوبه بلي راه اونلاين بصح ماهوش يهز. ما طولتش بزاف حتى جاوب عليا. واش صاحبي راقد؟ راقد والله ما يطلعش الكسر شويه، باقي شويه قايلونا. اسمه راقد. واش الحاله؟ صافا؟ والله بيان الحمد لله. اسمع، راك في بويرة؟ انا في بويرة مصر. سخانة شوية؟ بزاف. لا والله لا ان شاء الله. اسمع، جات واحد الرحلة هكا لو 19 الصباح، نحبك من لو 19 لو 23، نحبك تفرغ روحك. جي. اخسر عليك. انا قلتكم ما تنسش نعيط لواحد اخر. وجد قشك فيها بحر والاخر، جي معاك الكارطة، جي معاك باسبور، تلاقاو في المطار جوايه الربعة تاع الصباح. انا هاي خلاص صح، هاي مريض وما على باليش بلي رايحين لتونس. ما لازمش نشوف السكرين تاع البلاد اللي رايحين لها، نروحو هنا في الجزائر برك. اوكي بصح نشوف كيفاش نديرها له، خليه يحسب بلي رانا ماشيين في الجزائر، من بعد يلقى روحو في تونس. اوكي رانا في المطار الان، مسكين 3:30 وانا في المطار. ها بعث لي تصاور. وينك الدقه؟ اروح منين يخرج الغاشي. ايه راك ماكش بعيد. عندي 8 شهور كامله ما شفتوش اخويا. مزال دريش كش واحد يغلط ويقول رايحين لتونس. هاي طلع فرمان السلام. حاجة ثانية كانت في صالحنا، ما كتبوش اسم الوجهة في الشاشة. الآن روح نختموا الجوازات. جبنا البوردينغ باس. إيوا شعبدا. هاي فرد. يا فرمان. طلقني بلي كاش سيور تاعك. قال له وراك رايح، واش قلت له؟ قلت له ما على باليش. قال لي هبطك تحرج بي. إيه كاين منها، أنت جاي للمطار، ما على بالكش وين راح تسافر. بدقة بصح قلنا على الأقل وين أصاحبي. ماشي طريق ما على بالكش وين. والله خليني نخليها عليك وعلى الله. عطاني واحدة خير ساعة. واحدة. أنت قلت لي هنا في الجزائر. هنا في الجزائر، عنابة. عنابة. مرينا على ختم الجوازات بنجاح. درنا تشيكين، ختمنا جوازات السفر، الحمد لله عرفوني لابا في يعطيهم الصحة. قلت لهم ما تهضروش قدام الوجهة. ختم الجوازات يعني وجهة دولية. يا درا فيها قولا لا. وين رانا رايحين؟ مازال سؤال مطرح. واش قال لك البوليسي؟ قال لي باك باك كيما تاع لونتي تاع هذه ضربه دار. انا عطيتك الورقه تاع لونتي. اي والله اي والله قعدت في قلبي. نروحوا للطياره بدايه الرحله. طيرتنا كانت الساعه 7 صباحا، فطرنا وانتظرنا شوي حتى بدينا نسمع اناونسمنت، لاني ممكن في اي لحظه أبقى قادر يسمع اسم طيارتنا ويعرف الوجه. هو دار محاولته على كل حال، لكن انا ما دخلتش راسي. اي لابال الاخر هذا زعما موش يسمع زعما. قلت له غمض ودني. هذا لاباس. شحال هذا؟ انت سمع شكون كان يقول؟ كنا في الصحراء نتمرمدوا في الفان هذيك. كنت تستشفوا. عبد القادر اول مره طياره؟ بروميير فوا. الهضره صحيحه الشيخ. اول مره. معليش يا خويا ندخل. تقراك تمسخر وحدك.
دوكا راه نديرو اجراء السلامه ورانا مقلعين ان شاء الله. هاي قلعت السفر حافظ الله مش حافظ باينه راني ندعي فيها. هاي طارت مع الزوج ثلاثه الله سيف كوبي الدوخة. زدتك الدوخة؟ ايه قول والله والله صح صح والله والله. شوف معنا احنا عليك نورما شوف مع الدنيا برا. تسمع مزال ما نسمع قبلنا نسمع له حب يعاونه. لا 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 ما فهمش ما فهمش هذا راه مخطوف رايح مع البرش وانا وراي يهضروا لازم يغمضوا دنيا. طير بين الجزائر وتونس العاصمة ساعة واحدة فقط وصلنا ليه وهذا هو أول هوبوت تاع عبد القادر في طائرة. شوفوا الرياكشن تاعو دقة فرحان كيما ماتش مش فرحان كي الطيران. بعد ما وصلنا استسلمت في كل مكان كانت مكتوبة تونس. طيب قادر راهو عرف وين رانا وين البلاصة اكتب لي رانا وصلنا تونس وين قريتها قاعد من هنا بالبكري ما في عندنا مطافي السي تاع الديوانة بالبلانة تاع تونس تسمى كانت مفضوحة انك تحب تنخرجوا برا باش نقولوا مرحبا بك في تونس صح على مضحك الديواني أول مرة خارج الجزائر خلي المغامرة تبدا. يلا في بالك تونس سمرة تمرة تونس حب سمرة تونس رجال عاصمة مرحبا بكم وتونس تونس. غادرنا العاصمة مباشرة بلا ما نسناو وهكا شكل عبد القادر قبل وهكا بعد خمس دقائق ايا مسكين ايا طرقنا مباشرة اتجاه ميناء الهوارية وخذينا قارب باش نكتشفوا شواطئها طرقنا بسرعة. انا الان في قرن تونس ارواح تشوفوا معايا منطقة الهوارية كيفاش تقضي فيها يوم ممتع. دوكا رانا وصلنا لداموس السخون كل المناطق هذه معمرة بالمغارات. اوه شوفوا معايا الحجر هنايا 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 وليه كاين شاطئ صغير ما شاء الله. شوفوا رجلينا رجلي شوف هذيك كيفاش نازلين فوق كيف الكهوف العجيبه تاع جيو هذيك الشاطئ شوف كيفاش خذوا رياض ربع كواتي هكذايا بحر صافي. كل ما نمشيو كل ما نزيدو نلقاو مغارات اخرى كيما هذه 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 ها جماعه الصوتي ها الشباب قاع يحب الشواطئ الصخريه من الاخر. كل هذه الجهه جبال وصخور لكنهم لقاو الحل فوق هذوك الصخور حطوا المظلات ورجعوها شواطئ مهوله. جينا هنا راح ننزلوا لهاد الصخور لازم حبه حبه والا يقيس القارب هنا. هذا هو شاطئنا الاول اللي راح نزوروه شاطئ صخري لكن مياهه صافيه دمعه. حطينا عليها مخاد ونطرح طلق روحك خويا ودخل تعوم ولازم تجيب معك الادوات ماسك باش تشوف السمك اللي كاين لداخل وتعوم في مياه التركوازيه افضل عومه في المساء ولا في الصباح الباكر. واذا كنت ما تحب الشواطئ الصخريه ما عليك غير تاخذ القارب وتكمل جولتك باش تكتشف الكهوف العجيبه. بعدها نلقاو الغداء تاعنا بدا يوجد سمك الدورات مطوع على الجمر مع الجمبري الوحدة قدم هك رقبة جمل يجيك هذاك الطبق وتدخل عليها سمكة تلقى روحها شوية حميصوطون وسلاطة شوية حار. أي والله وسمع الحوت هذه في رايك دوران دوران جابوا لنا شوية كسرة كيفاش تسميوها أنتم في تونس بكبوكا بكبكا فيها أخطبوط حارة 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 بزاف قرنيط شغل رايح في الجواز عملاق ما شاء الله. ها تاك ها تفضل من بوسعادة لتونس أو حقك بيان بسم الله تاكل غداك بعدها تعطيها بقيلوله حتى تعبط الشمس شويه تزيد تعطيها بعومه وتقلع تروح. الان نروحوا نشوفوا الفندق تاعنا راح نزوروه في مدينه الحمامات. تونس معروفه بلي مليانه فنادق من كامل انواع. انا كنت كل عام نجي هنايا نجرب فندق جديد مع اصدقاء كاين كلابس تلقى فيها رانيماسيون كاين تاع العائلات برك. وصلنا الفندق تاعنا خمس نجوم لقيت بلي للبالغين فقط وهذا يخلي واحد الجو وما تشوفش الولاد الصغار يجريو قدامك. اروح نستكشفوا كيف كيف هذه خوتي هذه في الليل دخلتها كنت تعبان حسبت لي الزيت شغل كانت مستويه هذه افتحها سمسم هنا عندنا ريسبسيون هنا كاين ريستورو فطور الصباح تاكل ملذ وطعم هذو فواكه سلطه مرقاز حاجات مقليه حاجات طايبه حاجات مفوره صحيت بارك الله فيك. عندهم ايضا حلويات تقليديه قرو تونسي عندهم غريبه قاعد يقولوا غريبيه عندنا كاين شيف شوكه اللي يخدم لك اطباق على حسب الطالب. منا اون فاسيك عندك لا بيسين منا كاين وين تريح تحب تقرا كتب تحب تريح تروبوزي باش ما يسجلوك سينو راني نخرجوا منا عندنا هنا كافيتيريا تيت بيسين الطول على لابلاش حاجه خلويه قوه كاع مازال كاين دوزيام بيسين راح نشوفوها كيف كيف. انا وصلنا لا بيسين تاع لوتيل دوك نجربوا فيها غطسات تبعوني. ما بعد عملنا غطسه في لا بيسين غنديروا غطسه في البحر.
دوك بعد ما عملنا غطسات في البحر نروحو نمشيو نغسلو ليها كاين ونغسلو. تشوفوا معايا الغرفه كيفاش مدايره. هنا وين تحط الباكاج تاعك، وهنا مرحاض حاشاكم، وهذه وين تغسل. شوف الاشكال اللي فيه. نوض من هنا مباشره البلكونه، شوف واش تشوف. الشواطئ هنا لونها تركواز جميل، البحر الابيض المتوسط بزاف مليح. كاين ناس راه يدير في الكاياك لهيه، ومع الغروب ما نحكي لكمش المنظر كيفاش مداير. الشمس تهبط من هذه الجهه هنايا مع قهوه لهيه ولا كاس جو، اطلع سعيد. واحد زوج ثلاثه بسم الله. والان حان الوقت باش نطيروا نشوفوا مدينه الحمامات من السماء. يا الله ما الذي يحدث امامنا؟ اوف 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 مش نورمال. شوفوا ماني فيك وسلو تاع البحر كيفاش مداير. حسيدي ترعد، نحروش بيها. جابني هنايا. جاتسكي هي اللي خلتني نحس باللي بديت العطلة تاعي صح، احساس قوي. جاتسكي المتعة تاعو وحدها، ما كانش متعة تعيشها في آلة واحدة أخرى من غير هذه. هذه هنايا طاكسي لي ريبيع. شوف 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 شوف. السرعة القصوى. ما عندهاش فرا، خاصك غير تزيد على الأكسيلاتور تحبس. راني راح ندريفتي على هذه. شوف 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 شوف. راني جيعان ميت، يدي راهي تتحرك هكا مانيش فاهم علاش. سباغيتي بالسيفود. شريف كيفاش تعلق روحو؟ اخطوبوط عندك هنايا المحار وكاس جو. هذا كاس جو صح صح. توانسة مشهورين بالهريسه، ما كانش اكله ياكلوها ما يدوش فيها الهريسه. بسم الله نذوقوها، شكلها برك يعطيك خبر مليح، يقولك بلي راك تستمتع. شوفوا هذا المحار هنا جابونا كيما هو مع لاصوص، يعني هكا يكون في الاصل صغير. نجربوا القرنيط مع سباغيتي كيفاش راح يكون. فيها طعم البحر، شغل قاعد ناكل في الملح تاع البحر هذاك. مش نورمال، لازم تجربوه. اكتبونا في التعليقات الى كليتوها في مكان مليح، انصحوا الناس. الحمد لله. واكثر من ذلك سيزار سالاد مع سي فود اصدقائي الاعزاء، كرافات شريمف، حبه بيض، شويه فرماج، طماطم صغيره. بعد ما كملنا من الفندق في الحمامات انطلقنا نحو مدينه اسمها فنزرت. كاين شاطئ جميل اسمه عين الديموس. هذا الشاطئ باش توصل له لازم لك 4x4 عربات رباعيه الدفع، ما تقدرش تجي بسياره عاديه لانه الطريق فيه صخريه، تدخل في جبال ومنعرجات. حنا كنا بالعربات تاعنا مهيئه لهذا الشيء، مرات تلقى الرمل مرات صخور. طلعنا فوق طلعه هكا ومن بعد بان البحر. شريط الساحل هنا تاع فنزرت هذه منطقه فيرج كيما نقولوا عذراء، والغطاء النباتي تاعها اكتبوا لي في التعليقات شفتوه قبل. بقينا غير الطلعات الصغار هادو ونطيحو في المكان اللي راح نخيمو فيه الليله، راح نديرو تجربه جديده. اليوم راح نباتو في فندق مليون نجمه. وصلنا للكامب تاعنا لقينا خيمات اسمهم غلام كامبين، شغل غلامورس كامبين يعني خيمه فخمه. اوه شوف شوف الخيمات كيفاش مستاليين، بين الخيم تاع الهنود الحمر. اليوم عبد القاي يشطح لنا جنة. دخلنا نعومو بالكاياك ما سنيناش، خلاص الماء كان صافي ونظيف. ترمي 10000 تلقاها، طيح التليفون تلقاه. المهم قلعنا رحنا للارج لهي، خلاص انا عبد القادر. متعة غير طبيعية أصدقائي. وش رأيك عبد القادر؟ مركب شط بيسينة، بيسين طبيعي. أحلى سباحة لما تكون في الشاطئ معزول لوحدك. جدفنا جدفنا حتى تعبنا. بعد عودنا رجعنا ودخلنا نعوم. لقينا بلي الغدا وجد. روح تشوفوا معنا الطاوله اللي راح ناكلوا فيها وش فيها. تفضل. فيها فواكه فواكه بحريه. يا خويا كيف العربيه الفصحى. افتح لنا هذه وش فيها؟ خضره مقارونه هذه. واش بكروفات؟ انا يا باش الشيخ. يلا بسم الله، رانا جيعانين ميتين وسط هذه الخيمه الكبيره، راح ناخذ غدا انا. كلينا شبعنا ورحت قيلت شويه، وبعدها نزلت الشمس كانت عباره عن قرص هكا وقاعد ينزل بشويه. القادر هذا اللي ورانا وش اسمه؟ بحر. وكي نشوفوا البحر واش نديروا؟ وقت العومان. هيا واحد زوج ثلاثة.
دخلنا العمو شو ولاد صغار صوتي قفز اغطس منا زيد عاود طلع من هيك هذاك داخل تحتي شو الحوته غرقتو شويه زدنا لها سلطانيه واحده زوج والان غربت الشمس اش معناها ومن بعد حان وقت العشاء داروا لنا مكان هكا حفروا في الرمل داروا طابله وقعدنا نتعشاو ونقولوا بسم الله ريح ريح نبداو الاكل تاعنا شوف ياكل في الدلاجه برغوث امشي بسم الله اش ندير البصل هذا كيما هاك نزيدو شويه قارص مش عارف منين نبدا عباك هذا من عائلة كرلوات هديه مني اليك ماشي روعه دوكا نروحو للوبستر شوف فيه الهبره بزاف اصدقائي شوف اللي يحب اللوبستر يكتب لنا في التعليقات اي عالم اخر الله اكله بحريه فوق البحر مع صوت الامواج المتراطمه مع ضات الدلاع مع بدقه دنيا وما فيها ونحن المغامره بخير لاباس شويه يا ربي الخيمه تاعي كيفاش مليانه وبرا هاي الحاله كيفاش والان حان الوقت نغيروا المكان نمشيو لوجهه جديده ماهيش بعيده على بنزرت فيها كنز مخفي راح تشوفوا لي اول مره بعدها جينا شاطئ اسمه سيدي علي المكي شاطئ عام يعني اي واحد يقدر يجي يكري باراسول ويعور لكن فكره وين انك منه تقدر تركب في قوارب وتبدا تمشي على شريط الساحلي تاع هذه المنطقه اول حاجه لقيناها مغاره صغيره هكا الناس صوتي فيها احنا واش قررنا بقادر لازم نصوتي ثاني ضمت اصبر يا تهلا زلق 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 الناس ثاني صوتيهم الفوق عمنا شويه كاين سمك صغير يدور مع الروشيات وانا كنت نجري وراه من بعد وراها طلعنا طلعنا لواحد الصخره كبيره وعجيبه اللي هي هذه ورايا من هي عندها منظر ومن هنا عندها منظر فيها مغاره واخرى سبحان الله شوفوا معايا شكلها كيفاش مداير عظيمه سبحان الله ولين اللون كحل مش عارف منين تكون هذا اللون الكحل سيبو انا ديت لو بلاصتو ازيدوش تشوفه خلاص بعد ما كملنا الرحله ورحنا المغاره انا مطعم بحري جايب لي فوسط لي روشي حاجه مانيفيكوس هم جابوا لنا المقبلات هذه سلطه بالطون هذا طون حميص هذا مج حبه تمرقد شويه هريسه والباقي كيف كيف انا شتنا في البلا الرئيسي الطبق الرئيسي مرادين خير سكالو انا تخير سكالو وهذا وجانا دوكا جابوا لنا هذا سباغيتي باكروفات شويه لي فريت سكالو بعد ما كملنا مشينا سيدي بوسعيد باش نختتموا جولتنا كاين هذا الشكل الغرفه تاعي تنزل من الدروج منا عندك وين تغسل تلفاز كراسة هذا سرير بعد ما استعملته هذه ديكوراسيون تاعي كاين زوج كادرات فوق راسك لهيه وافضل حاجه هي المنظر هنا البحر الابيض المتوسط وهنا غير هنا كاين هذاك المكان اللي يطلعوا عليه الناس يجيو سيدي بوسعيد باش يتصوروا فيه هذا هو المطل تاع سيدي بوسعيد الناس تجي هنايا في العشيه في الصباح باش تاخذ صوره وتشوف الميناء تاع سيدي بوسعيد واش كاين هنا ليها كاين شاطئ عام وهذا الميناء والان حان الوقت باش نهيو رحلتنا وندير الطقوس اللي دائما نديرها كي نزور تونس نديرو زياره اسواقها الشعبيه الساعه يسميوها المونقاله ومعروفه هذه جايه في وسط تونس تقدروا تجيو من الجزائر لتونس ومن تونس تخرجوا منها من منطقه اسمها باب بحر هاو هذه سعر تاع بلاصه واحده العنابه شحال 350 دينار تونسية والقسنطينة 3500 دينار جزائري كاين قطار من عنابة لتونس يمشي كل يوم على 6 ونص تونس 7 شحال السومة تاعو؟ لا والله من كوشات ب 190 خير بابا احنا معجبين ربي يحفظ منين؟ عنابة عنابة ما شاء الله ربي يحفظك من وين؟ لا عنابة هلا سلمنا على ناس عنابة سلمنا على ناس عنابة ياسر اخويا مرحبا بك خويا ربي يحفظ خويا هاي تهلا اسحبها هذا هو وقت الهندي عندنا ثاني هذه اللي ورايا اسمها كافي دينار كانوا بكري المجاهدين يجيو هنايا ويديروا مخططات تاعهم في تونس العاصمه وقت الثوره تاعنا جاي في باب جديد مرحبا بكل الاخوه الجزائريين في تونس تشرفوا بهم ومرحبا بهم وهذا بلدكم والشعب التونسي والشعب الجزائري كله اخوه وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر جميعا دخلنا هنايا السوق الشعبي تاع باب بحر هنا يبيعوا هذوك السوفينير هما مشهورين بالبيمان هذا الزرق اللبسه هذه ثاني معروفين بها البنات تاعهم يلبسوها طربوش شحال منا الحاج يا عميمو 7 دينار يا نعم الشيخ يا نعم شحال طربوش 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 تونسي هذا ضرب تونسيه برشا برشا حلو
هذا واش عارف هضر مع انت تجري الحاج اللي قال روحك الحاج اللي قال روحك الحاج جيل الجزائر ريقلوك هاي الحاج ريقلنا خذينا حاجات خفاف سوفينير راه اسمه راه عبد القادر في الرحله ويو كلمه بدي في تونس دبوزه معناتها دبوزه ما قرعه ما كهرباء وثاني يجوا النهار تاع الشينا في الكهرباء كهرباء زفت ما تزيدليش وداني كي تعشينا في الريستورون ونهار قالت لي نجيب لك بريك بالعظم جو بقيتها قال نغزر فيها العظم البيض يقولوا له عظم وحاجه فورتون الشابه كي تشوفوا هادو واش معناها العوده الرحله خلصت وماذا نقول لهم شكرا على حسن الضيافه وشكرا على حسن المتابعه خويا ملاقات الخير ان شاء الله كاع ساعات الخير خويا كاع ساعات الخير تهلا فرحان جزيل كانت الرحله ممتعه معاك بارك الله فيك خويا اول خرجه من البلاد كانت مع خوبي ربي يحفظك تعيش خويا ربي يحفظك قلبو بيض لا ماشي قلبو بيض الا قلبو بيض كتبونا يبان ماشي قلبو بيض كتبو ثاني جد عقا هذه باش تكتبونا قلبو بيض يعطيكم الصحة نتلاقاو في مغامرة واحدة أخرى إن شاء الله إن شاء الله نشوفوكم في مغامرة جديدة صافي على بالي الشيء الجاية الناس دوك تتغشش تقول لك ضاعت الدي هو ما صلحش بدل شوية إيه إذا شفت واحدة أخرى معايا ما تشوفهاش غدرتك ولا يا أخي ماش غدرة او على غدرة خسارة عليك خويا ايوا خلاص خلاص اي أيوة وجد روحك المرة الجاية ان شاء الله شوفوا كيفاش نديروا رحلة جديدة ونخطفوا واحد جديد ونشوفوا العالم مع بعضنا تهلاو في رواحكم